أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين بالضفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مواجهات اندلعت بعد اقتحام آليات إسرائيلية لمدينة جنين ومخيمها. وأكدت وزارة الصحة أن الجيش الإسرائيلي يمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين، مشيرة إلى وقوع تدمير كلي للبنية التحتية واستهداف مباشر للكوادر الطبية وفرق الإسعاف. للمتابعة ينضم إلينا من رام الله مراسلنا فراس لطفي. فراس، ما الذي يجري اليوم في الضفة الغربية؟ أكثر من 7 قتلى أو ربما قد تكون تحدثت هذه الحصيلة بالإضافة إلى عدد من المصابين، مع منع القوات الإسرائيلية سيارات الإسعاف من الوصول إلى هؤلاء المصابين، كيف يبدو اليوم هذا المشهد؟ يعني ميشا، الذي يجري هو في مخيم جنين ومدينة جنين عملية عسكرية واسعة، ويبدو بأنها ستمتد لساعات ولربما لأيام مع دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات إضافية وآليات عسكرية وجرافات ثقيلة تقوم بتجريف الطرقات والبنى التحتية هناك، بعد أن اقتحم الجيش الإسرائيلي بقوات كبيرة وقوات خاصة محيط المخيم ومدينة جنين وقام بإطلاق النار بشكل عشوائي. قتل خلال هذه العملية في ساعاتها الأولى 7 فلسطينيين، بينهم رئيس قسم الجراحة الطبيب في مستشفى جنين الحكومي، وأيضا معلم مدرسة وطلاب مدارس، حيث بدأت العملية مع توجه الطلاب والموظفين والعاملين إلى أماكن عملهم. الأمر يعني كان صعبا جدا، هناك عشرات الإصابات برصاص الجيش الإسرائيلي الذي اعتلى أسطح المنازل وقام بإطلاق النار. الطواقم الطبية ومصادر طبية فلسطينية تتحدث عن إصابات في الجزء العلوي من الجسد، وأن معظم من قتلوا برصاص في الرأس، يعني أن الجيش الإسرائيلي كما قالوا كان يقصد التصعيد والقتل. وهذه العملية قال الجيش الإسرائيلي أنه تأتي ضمن عملياته المستمرة في الضفة الغربية لملاحقة الخلايا المسلحة وكتيبة جنين التي يتهمها الجيش الإسرائيلي بالوقوف وراء عدة عمليات إطلاق نار وزرع لعبوات ناسفة. الآن هناك جيش إسرائيلي بأعداد كبيرة في محيط مخيم جنين المحاصر، قطع للتيار الكهربائي والاتصال والمياه عن بعض الأحياء، وهناك أيضا تم إغلاق الحواجز المحيطة بمدينة جنين، محاصرة للمشافي كمستشفى جنين الحكومي، منع للطواقم الطبية من الوصول للجرحى وإيصالهم إلى المشافي. ونذكر بأن الطبيب الذي قتل في حرم مستشفى جنين الحكومي برصاص قناص، وأصيب طبيب آخر. إذا ما أسقطنا كل ما يجري ميشا على المشهد السياسي، فنحن نتحدث عن كما يقول الفلسطينيون عملية انتقامية بعد قرار المدعي العام الدولي بإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وجالانت، والتهديد تهديد السلطة الفلسطينية بمحاصرتها ماليا ولربما تفجير الأوضاع في الضفة الغربية، خاصة وأن سوليفان الذي التقى حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير يوم أول من أمس، طالبه حسين الشيخ بأن يكون هناك لجم لهذه العمليات العسكرية التي تدفع الأوضاع للانفجار في الضفة الغربية وتقوض عمل السلطة الفلسطينية، وكان هذا هو الرد الإسرائيلي. مزيد من العمليات الاقتحام وهذه العمليات الدموية الشرسة التي تتعمق بشكل كبير في منطقة شمال الضفة الغربية، والتحذير والطلب مرة أخرى من الطرف الأمريكي بضرورة التدخل لإيجاد أفق سياسي وليس فقط لجم الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين. شكرا لك من رام الله مراسلنا فراس لطفي.